يقول: ما معنى الحياء الممدوح والحياء المذموم بالشرع؟ والحياء شعبة من الإيمان. لا، الأصل في الحياء أنه ممدوح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا ينصح أخاه في الحياء يقول: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحياء سبحانه وتعالى، قال: إن الله لا يستحي أن يضيع مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال: إن الله لا يستحي من الحق، وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. لا، الحياء صفة جميلة جدا، ويتصف بها المؤمنون، وينبغي أن يكون كذلك. وتقول عائشة: سبحانه والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالحياء. فالحياء صفة حميدة جدا، وهو في النساء ألصق، كما قال الله تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالحياء جميل جدا، لكن الحياء المذموم من يسميه الناس حياء وليس بحياء، من يسميه مثل يستحي في طلب العلم، واحد يستحي أن يطلب العلم، واحد يستحي من الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: والله لا يستحي من الحق. هذا هو الحياء الذي ذم، أن الإنسان يستحي من الحق أو يستحي في طلب العلم أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم.